الجزء المتعلق بإيران، وهو فكرة يعني تحييد إيران بشكل أو بآخر. إيران سترد، هو قال كذلك، لكنه ليس مطلوبا أن تدخل قتالا دائما. أهم جملة يمكن أن تفسرها يفسرها العسكريون فيقولون لن تكون هناك حرب مستمرة ومفتوحة من إيران على إسرائيل والعكس. سترد، قد يكون هذا الرد خاطف، يعني رد وانتهى الأمر، وبالتالي ليس مطلوبا منها أن تخوض حروب في المنطقة إيران، وكأنه يحيد إيران بشكل أو بآخر، أو هكذا طلب منه. على الأقل أنقل لك بعض ما يكتب. يعني يعني كان معلوما منذ البداية، يعني أولا دور إيران دور مساند، هذا واضح. يعني إذا أي دولة تنتقد تقول لماذا لا تحارب إيران، لماذا هي لا تحارب وهي دولة عربية والقضية الفلسطينية قضيتها؟ يعني لا يحق لأحد. إيران تدعم وتساند ودورها يحاكي الدور الأمريكي. لاحظوا ماذا تفعل أمريكا. أمريكا تساند إسرائيل وتمدها بالسلاح وكل شيء وتقويها وتدافع عنها وتوفر لها الغطاء الاستخباري، الغطاء الأمني وما إلى ذلك. إيران أيضا تقوم بنفس الشيء. هذا واحد. ثانيا، إيران دولة. إيران دولة وهناك قنوات دبلوماسية، وهذه المعركة أيضا هي ليست معركة إلى يوم القيامة سوف تبقى أن إيران تتبادل. هذه معركة تحتاج إلى دبلوماسية وتحتاج إلى طرف مؤثر على جناح أجنحة المقاومة. وبالتالي دور إيران كمساند ومفيد أيضا لكي يتم احتواء هذه الأزمة ولا تخرج عن السيطرة بالطريقة التي يريدها نتنياهو. إيران أساسا هي لا تريد توسيع رقعة الحرب، ولكن هي نتنياهو هو قام بعمل جبان للأسف، وقام بعمل يعني متهور، دفع بإيران إلى فخ استراتيجي بصراحة. يعني إيران اليوم ترى نفسها ملزمة كما قال سيد نصر الله، ترى نفسها ملزمة إما أن ترد وإما أن لا ترد. إن ردت هناك احتمالية لكي تتوسع رقعة الحرب، وهذا ليس لصالحها، حتى ليس لصالح إيران ولا لصالح لبنان ولا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا لم ترد أيضا ليس لصالحها، لأنها سمعتها ستكون في قطر ومصداقيتها في قطر، وبالتالي إيران سوف ترد. نتنياهو قام بهذا العمل. يعني اليوم نحن نتلقى رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، كما قلت رسائل إعلامية دعائية انتخابية، ولكن هناك رسائل حقيقية تصلنا بعدم توسيع رقعة الحرب. وحتى تصل هذه وترتقي هذه الرسالة إلى إعطاء وعود لإيران بالتخلص من نتنياهو، يعني التطورات قريبا سوف تنهي موضوع نتنياهو وهذه المشاكل، وأيضا أن الحق الفلسطيني سيسترد، سوف يدفع، سوف تحل هذه المشاكل، لأن المقاومة أساسا دخلت نصرة لغزة لوقف هذه المجازر وحرب الإبادة. وبالتالي أمريكا بإمكانها، يدها مفتاح الحل، بإمكانها أن تضغط على إسرائيل وتوقف هذه المهزلة، هذه المجزرة. حين ذاك حزب الله أيضا سوف لن يكون أمامه وبيده مبرر للاستمرار، وكذلك أنصار الله وحتى الحشد الشعبي في العراق. أما ما تفضل به الضيف، أنا أعتقد السيد رسول الله وقال كلام يعني دقيق، وقال طلب يعني من الأخوة العثمانيين على الأقل يعني يسكتوا. أنا في اعتقادي هذا ردي الوحيد، هناك الكثير من المغالطات وردت في حديثه فيما يتعلق يعني بالتشكيك بقدرات إيران وبنوايا إيران وحتى بالمقاومة والثناء على القدرة الإسرائيلية، يعني كأنه يعني حالة نفسية، يريد أن يوجد حالة نفسية لصالح الكيان الإسرائيلي، وهذا غير صحيح، لأن السيد نصر الله أكد أيضا على هذه النقطة بأنكم يجب أن لا تخافوا من المقاومة، خافوا من إسرائيل. إسرائيل كانت تحت لبنان حتى عام 1982 جاءت المقاومة وحررت لبنان، ومنذ ذلك انتصرت عليها. على أي حال يجب أن لا نحكم حاليا مسبقا، يجب أن ننتظر أولا الرد وننتظر التطورات القادمة. هناك يعني تحول جيوسياسي، هناك تحولات سياسية هي سوف لصالح شعوب ودول المنطقة، يجب أن ننتظرها ونعمل على الأقل لتمهيد لها بسكوتنا وبصمتنا وبعدم أستاذ مصدق. لا نستطيع أن نطلب من اللبنانيين أن يصمتوا، لأنهم هم الذين سيدفعون الفاتورة وحدهم. يعني
الذي سيدمر بلادهم والذي سيقتل هم والذين سيدفعون الثمن هم، وبالتالي ان طلبنا منهم ان يصمتوا يعني فيصبحوا يعني يعني ثم لا يستطيع فصيل ان يكون حاكم في بلد هو الذي يأمر وينهي ويقول متى نحارب ومتى لا نحارب. في الاول والاخر يعني قد لا يكون هناك اشخاص كثيرون في لبنان مقتنعين بما قاله نصر الله ولا حتى في العالم العربي. القضية تدار سياسيا وليست تدار بهذه الطريقة. أيا كان الرد